السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مرحبا بكم في عالم مريم للطبخ، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه، كنتمنى تفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. والا عجبكم الفيديو ما تنساش الضغط على زر الاعجاب. وان شاء الله اليوم نقدم لكم زميطه او ما يسمى بالسفوف سلو، كل واحد شنو كيسميه. بقاو معايا ان شاء الله تشوفوا المكونات. غنحتاج ان شاء الله 2 كيلو ديال الدقيق اللي حمرتها في الفران وغربلتها مزيان. غنحتاج كيلو ديال الزنجلان اللي نقيته وحمرته وطحنته، كيلو ديال اللوز من بعد ما سلقته وفسخته ونشف وقليته في الزيت وقسمته على جوج، النص طحنته مزيان حتى ولا حتى خرج لي دم ديالو، النص خليته باين. ونحتاج نص كيلو ديال السكر كلاصي، 2 معالق ديال حبه حلاوه، 2 معالق ديال النافع، و3 المعالق ديال القرفه، وشويه ديال المسكه الحره، المعلقه كبيره ماشي صغيره. وبالنسبه للزبده احتاجيت نص كيلو و2 كيسان ديال الزيت النباتيه. اللوز والجنجلان غنخليهم للتزيين في الاخير، نضيفهم صحاح. وبالنسبه للدقيق ضفت عليه 1 المعلقه ديال الملحه وحكيت فيه شويه ديال الكوزه، وغنبقى نضيف العناصر ديالي حاجه بحاجه حتى تنسجم جميع المكونات. بالنسبه للزيت والزبده درتهم فوق النار في واحد الكاسرونه حتى سخنوا مزيان، عاد خلطت بهم، عاد جمعت بهم الزميطه ديالي. نضيف الجنجلان اللي بقى ليا صايم، واللوز غادي نديرو شويه في الطحانة الكهربائية، غير لي واحد طحنة وصافي باش يبقى باين. نضيف الكمية المتبقية اللي من الجنجلان وصافي. في هاد الأثناء هادي الزميطة ديالي راها تدلكت مزيان وجدات، والريحه ما نعاود لكمش، يا سلام ما شاء الله. هذه هي الزميطه ديالي وجدات، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. نديروها في طبق التقديم، هذا هو الطبق النهائي، هذا هو الطبق النهائي ديالنا كيف ما كتشوفوا. نتمنى الفيديو يعجبكم، وشكرا لكم بزاف على المتابعة، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم بإذن الله.